أول درهم عربي صرف. هذه المادة تأتيكم من الموسوعة المالية في إنسايكلوبيديا العربية قسم المسكوكات الإسلامية. تشير الدراسات النمية وفي ضوء الدليل التاريخي والمادي المتوفر بشأن حركة الإصلاح النقدي في أيام الدولة الأموية إلى أن أول درهم عربي صرف أو ما يعرف بالدرهم المضروب على الطراز الإسلامي الخاص سك في سنة 78 هجرية زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، وهي السنة التي تلت ظهور أول دينار عربي صرف في عاصمة الخلافة الأموية دمشق في سنة 77 هجرية. وقد تزامن ضرب الدراهم العربية الصرفة بصورة غير مركزية في عدد من المدن المنتشرة على رقعة الدولة الأموية، وهي أذربيجان وأرمينيا والكوفة وشق التيمرة وربما غيرها، ولم يبدأ سك الدراهم الأموية في عاصمة الدولة دمشق حتى سنة 79 هجرية. وهذه مسألة جديرة بالاهتمام، خاصة وأن دار السك الدمشقية كانت قد بدأت بضرب الدنانير العربية الصرفة في سنة 77 هجرية، وكانت مغفلة من ذكر مكان الضرب، واستطرد كذلك على امتداد عمر الخلافة الأموية. وربما أن انصراف دار السك في العاصمة دمشق إلى التركيز على ضرب الدنانير كانت سببا في اعتماد اللامركزية أساسا في ضرب المسكوكات النقدية الأخرى غير الذهبية، وخاصة للحاجة إلى إنتاج الدراهم والأفلاس في حواضر الخلافة لتوفير النقد في أسواقها البعيدة عن العاصمة. ومما يثير الاهتمام أيضا أن الدراهم المضروبة سنة 78 هجرية انقسمت إلى نموذجين من حيث موضع المأثورات وتوزعها على صاجة الدرهم وغير ذلك. النموذج الأول هو نموذج الدراهم المضروبة في أذربيجان وأرمينيا والكوفة، والثاني هو نموذج الدراهم التي سكت في شق التيمرة ومدينة جي. ويتمثل الخلاف أو الاختلاف بين النموذجين في أن النموذج الأول اشتمل على عناصر تشبه عناصر الدينار الأموي العربي الصرف مع اختلافات محددة، لكن بصورة عامة زيدت في الدراهم عبارة ولو كره المشركون، وأضيف اسم المدينة الضرب عليها، فيما كانت الدنانير بسيطة في تصميمها ولا تعطي معلومات عن دار السكة. وفيما يأتي مثال عن مأثورات دراهم النموذج الثاني. درهم شق التيمرة سنة 78 هجرية، في المركز على الوجه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الطوق على الوجه بسم الله ضرب هذا الدرهم بشق التيمرة في سنة 78، في المركز على الظهر الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في الطوق على الظهر محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بالنسبة لدرهم جي المضروب سنة 78، هذا الدرهم وردت عليه المأثورات نفسها مع اختلاف مدينة الضرب، في الطوق على الوجه بسم الله ضرب هذا الدرهم بجي في سنة 78. هذا النمط والتصميم سيستمر بالعمل به إلى نهاية عهد الدولة الأموية، وسيكون أيضا ملهما للمسكوكات النقدية التي ضربها العباسيون ومن جاء بعدهم.